مرحبا مشاهدي برنامج أشياء صغيرة في حلقة جديدة من برنامج. حلقة الليلة حنتناول فيها موضوع العنف، مكافحة العنف ضد المرأة بمطرقة القانون وسندان المجتمع. يعني الأيام دي هي أيام مناهضة العنف ضد المرأة اللي في حملة 16 يوم اللي بدأتها الأمم المتحدة منذ سنوات، من يوم 25 نوفمبر اليوم العالمي لمكافحة العنف أو مناهضة العنف ضد المرأة لغاية يوم 10 ديسمبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان، واللي اختارت عنوانها يعني مكافحة العنف ضد المرأة لأنه المرأة هي الكائن الأكثر تعرضا للعنف في هذه الحياة. خلونا نشوف مع بعض ضيوفنا الليلة. الأستاذة رشا عوض الكاتبة الصحفية والناشطة في حقوق المرأة وحقوق الإنسان، وأيضا المفكرة والباحثة في مجال الجماعات الإسلامية. أهلا ومرحبا بك أستاذة رشا عوض. أهلا وسهلا، مرحبا بك. ومعنا أيضا أستاذ الفاتح حسين المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان. والفاتح يعني ليس غريبا على هذا البرنامج، هو دائما جزء من هذا البرنامج وتواصل مع المشاهدين. مرحبا بك أستاذ الفاتح. مرحبا أستاذ عمار، ومرحبا بالمشاهدين الكرام، وسعيد أنه أكون مواصل معك في عدد الحلقات. أهلا ومرحبا بكم. وخلينا نبدأ أستاذ رشا بسؤال عن رأيك في تخصيص يوم أو أيام معينة من مناهضة العنف ضد المرأة. هل تفتكري انه يعني العنف طوال العام متواصل ضد المرأة، تخصيص يوم هل هو يعني شيء جيد ولا يعني ممكن يعني يخفف او يزيل هذا العنف؟ وشنو يعني لما نتكلم عن العنف ضد المرأة بالنسبة للناس العاديين، بالنسبة للمرأة العادية، ماذا نعني به؟ طبعا العنف هو اي اذى مادي او معنوي يمارس على النساء من حيثهن النساء. وكون أن الأمم المتحدة خصصت 16 يوم لمكافحة العنف ضد المرأة، فهذا يعني أن المشكلة مشكلة عالمية، يعني مشكلة المرأة ليست مجتمعاتنا في عالم الجنوب أو العالم الأقل نموا أو الدول المتخلفة، ولكن هي مشكلة عالمية تعاني منها جميع المجتمعات بدرجات متفاوتة. والسبب في ذلك هو أسباب ثقافية، هناك نظرة دونية للنساء. هذه النظرة الدونية هي نظرة عابرة للثقافات، عابرة لأنماط الفكر الديني، عابرة للمناطق الجغرافية على مدى كل العالم. المجتمعات تختلف في التعاطي مع هذه الظاهرة، تختلف في مدى الرضا بهذه الظاهرة والدفاع عنها وتكريسها، أو التعامل مع هذه الظاهرة تعامل نقدي وتعامل يعي خطر المشكلة على المرأة وعلى المجتمع وعلى تطور الإنسانية بوجه عام. هناك أصحاب مصلحة طبعا في استمرار النظرة الدونية للنساء، وهناك أفراد وجماعات وأنماط ثقافية تنشط لتكريس واقع الدونية للنساء، وبالتالي تكريس هذه النظرة الدونية للنساء يؤدي إلى استشراء ظاهرة العنف وإلى شرعنة العنف ضد المرأة. المجتمعات التي وعيت المشكلة وتشربت بالثقافة الحقوقية وبأن نهضة المجتمع ونهضة الإنسانية جمعاء رهينة لرد الاعتبار للنساء ورهينة للانتصار لقيم العدالة وقيم المساواة، هذه المجتمعات وضعت التدابير القانونية والتدابير التربوية والتدابير الثقافية لمحاصرة هذه الظاهرة. وأول خطوة لمحاصرة هذه الظاهرة هي تعرية الفكرة الضالة المضلة بدونية النساء. ما لم نواجه بشجاعة الجذور الثقافية لاضطهاد النساء في مختلف الثقافات، في مختلف الأنماط الفكرية والثقافية، لن نستطيع أن نضع الخطط الناجعة لمحاصرة ظاهرة العنف ضد المرأة.
نعم أستاذ الفاتح، يعني رشا أرجعت الموضوع للخلفية الثقافية أساسا، خلينا يعني يكون موضوع نتناقش فيه أثناء الحلقة. لكن يعني القانون لا يحمي المعنفات أستاذ الفاتح، كثير من الناس بيحتقدوا أن القوانين لا تحمي المرأة من العنف، سواء يعني عبر طريقين، إما عبر القانون نفسه يعني التشريع وسن التشريع يعني الذي يناصر المرأة في يعني مناهضة أو إزالة العنف عنها، أو في يعني العملية بتاعت وصول المرأة للمحكمة وبحثها عن القانون نعم بالنسبة لمجتمعاتنا خاصة أو بالنسبة لمجتمعنا السوداني. والله هو طبعا المشكلة زي ما قالت أستاذة رشا هي مشكلة عالمية، بل إنها ما بتوجد في ثقافة دون ثقافة، ولا عند مجتمع دون مجتمع، ولا في طبقة دون طبقة، موجودة في جميع أنحاء العالم بجميع الثقافات والديانات، وحتى الفقر، المجتمعات الفقيرة والمجتمعات الغنية. وده اضطر الأمم المتحدة إنها تصدر قوانين أو حتى اتفاقيات وقرارات، وضعت استراتيجية للقضاء على العنف ضد المرأة، ومعناتها إنه في مشكلة كونية قاعد تواجه النساء في العالم أجمع، ونحن جزء من العالم ده وأكيد قاعد نتأثر فيه ونأثر به. لكن عندنا نحن في السودان حتى الآن لم تضع قوانين تجنب العنف ضد المرأة بوصفها نوع اجتماعي. في قوانين كثيرة جدا قاعد توضع بتعاقب على أشكال معينة من الإساءة اللي بتقع على الناس عموما، والعنف والأذى اللي بيقع على الناس عموما وكده، لكن ما في قانون معين يتوضع على أساس إنه يجرم العنف ضد المرأة بال 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 بالشكل ده، لأنه في أشكال بتقع على يعني الجرائم من تحدد توضع للناس كلهم. لكن من خلال التجارب في بعض الممارسات قاعد تقع على النساء بوصفهم نوع، لأنهم هم نساء، لو ما هم نساء ما كان وقع عليهم العنف ده. عشان كده واجب السلطات إنها تصدر تشريعات تحمي النساء. وفي أشكال حتى من أنواع العنف ضد المرأة لم تجرم، زي التحرش الجنسي، على الرغم من انتشار، واعتقد فينا في أشياء صغيرة اتعملت حلقة حوله كده، ما في قانون بيجرم الحاجة دي. وبل في إشكالات في بعض المسائل اللي هي أخطر الأنواع اللي قاعد تواجهها النساء، اللي هي مسألة الاغتصاب، فيها مشكلة كبيرة جدا في القانون الجنائي في المادة 149، قاعد تربط بين الاغتصاب والزنا وكده. نعم، يعني حتى الآن الاغتصاب لم يجرم كجريمة قائمة بذاتها، ويعني ليست هناك تشريعات كافية لإثباته لا مش كده، هي ما واضحة. ما لما نقول إنه الاغتصاب هو زنا بدون رضا المجنى عليها، معناته هنا ربطناه. الزنا دي جريمة حدية عندها مشاكل بتاعة إثبات معينة، وعندها طريق بتاع إثبات، وعندها حتى ممكن الناس يعني في الشريعة بتلجأ لتبرئة الناس من إنه هم ما يدانوا في جرائم الحدود لأنه جريمة حدية. لكن الاغتصاب هو ما جريمة حدية ولا وارد في جرائم الحدود، لكن أصبح جريمة تعزيرية في الشريعة يعني ده. ولكن في العالم كله بقى معروف الاغتصاب هو شنو، عنده تعريفات وعنده كده. لكن عندنا هنا في السودان اتربط بالزنا، بتنشأ مشاكل في الإثبات، بتنشأ حتى وجود ذاته في باب تقريبا الباب الخامس اللي هو الجرائم المتعلقة بالآداب والسمعة، بالآداب العامة والسمعة وكده، دخل الذات وجود الاغتصاب في الباب ده، المفروض يكون في الجرائم الواقعة على النفس وكده يعني. والعنف ضد المرأة في قوانين خاصة ممكن بعد ذاك يعني حتى يعني
اغتصاب والتحرش وقانون النظام العام وقانون الأحوال الشخصية وغيرها من القوانين، فيها يعني بعض المشاكل يعني نقدر يعني نتكلم برضو عنها أثناء الحلقة. خلينا نرجع لك يا رشا عن العنف الأسري، يعني هو المصنف حسب تصنيف الأمم المتحدة بأنه الأكثر تجاه المرأة. عايزين نربطه بكلامك عن الثقافة، يعني في السودان، في مجتمعنا السوداني، يعني انت بتفتكري انه العنف الأسري يعني هي اشكاله؟ طبعا اكثر اشكاله ضرب الزوج مثلا للزوجة، يعني ممكن يكون في اشكال التحرش، الاغتصاب اللي اتكلم عنه أستاذ الفاتح. يعني انت بتفتكري انه الشدة جذوره ثقافية يعني هذا العنف، لأنه للثقافة بتاعت الناس، والناس في السودان يعني ثقافتها واحدة ولا مستوى تعليمها واحد ولا مستوى، يعني في تنوع في كل أشكال الثقافية يعني. طبعا بالتأكيد العنف الأسري مرتبط ارتباط وثيق جدا بالثقافة، الثقافة والعادات والتقاليد الاجتماعية والموروثات وهكذا. والأسرة هي مؤسسة لها خصوصية في أي مجتمع، وبالتالي يعني لا نستطيع أن نحدث أي تطور في أوضاع النساء على مستوى المجتمع ما لم نحدث تطور على وضعية المرأة داخل الأسرة. ما لم تكن المرأة داخل الأسرة هي مكرمة ومحترمة ومعترف بكامل شخصيتها وبكامل أهليتها، لا نستطيع أن نحدث تطور للمرأة على مستوى الحقوق العامة في الحياة المدنية أو الحياة السياسية وهكذا. أنت بتفتكري أنه الأكثر تعرضا للعنف يعني بكل أشكاله حتى في الأسرة وممكن خارج العمل، يعني المرأة الأكثر وعيا والأكثر تعليما واليعني الأفضل أوضاع اقتصادية واجتماعية وكذا، ولا الأقل؟ يعني من يتعرض للعنف أكثر من النساء في السودان؟ يعني ما هو من الصعب يعني تحديد منه أكثر أو كذا، لكن أنا أفتكر إنه بدون أي استثناء يعني النساء على اختلاف المستويات الثقافية والمستويات الطبقية، لأن الإشكالية إشكالية ثقافة. يعني يمكن عادة الظواهر السالبة في الأسرة وفي المجتمع بتنخفض مع تقدم مستوى المعيشة، مع اختلاف مستويات التعليم، مع اختلاف مستويات الوعي وهكذا. لكن عندما نتحدث عن أن هناك ثقافة متحيزة ضد النساء، هذه الثقافة المتحيزة ضد النساء هي موجودة حتى عند الناس المتعلمين، موجودة عند رجال متعلمين وموجودة عند نساء متعلمات كذلك، فهي الإشكالية معقدة جدا. يعني إحنا عندما نتحدث عن الانتصار لقضية المرأة لا نعني بذلك إنه الذي يهدد حقوق المرأة هو الرجل، الذي يهدد حقوق المرأة هي ثقافة، هذه الثقافة يتبناها رجال ويتبناها نساء على وجه التحديد. في بالنسبة للأسرة، أنت تبرئين الرجل من مسؤولية العنف ضد المرأة؟ لا، الرجل مسؤول، المسؤولة هي الثقافة الذكورية. هناك رجال ثقافتهم غير ذكورية، يعني هناك رجال معترفين بحقوق المرأة يعملون في مناهضة العنف ضد المرأة، وعلى العكس هناك نساء يدافعن عن مسألة العنف ضد النساء، وطبعا هم أصلا ضحايا، يعني ضحايا للعنف. بالنسبة للعنف داخل الأسرة، عندما يجد العنف ضد المرأة داخل الأسرة مشروعية ثقافية، يعني عندما يكون المجتمع متصالح مع فكرة أن يضرب الرجل زوجته لأن ذلك أمر مثلا يبيحه الإسلام كما يعتقد كثيرون، إذا وجدت هذه المشروعية سوف يمارس هذا العنف بأريحية ولن يكون هناك استنكار لهذا العنف. ومشكلتنا إنه القانون المفروض يرتقي بأفهام المجتمع، والمفروض يكون هو من الأدوات التربوية أيضا في المجتمع، نجد أن القانون السوداني بكل أسف خصوصا في الجوانب المتعلقة بالنساء هو مكرس للثقافة الاجتماعية ولتحيزات السلبية ضد النساء. لكن يا أستاذ رشا، يعني هل الدين هو الذي يعني يشمل الثقافة أم الثقافة هي التي تشمل الدين؟ يعني أنت الآن يعني موضوع الضرب مثلا
هنالك مثلا يعني ناس كلموا معك يقول لك انه ربنا قال مثلا في سورة النساء واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. نعم يعني نعم. يعني بيقول لك انه في حسب الدين في نص في الدين انه في يجيز الضرب على ذلك الثقافة يعني اتبنت. الثقافة تلعب دور مهم في تفسير الدين. هناك تحيزات ثقافية موجودة في المجتمع أصلا وهي تبحث عن مشروعية، وبالتالي دائما عندما تجد نص ديني يمكن تفسيره بما يخدم هذه الانحيازات الثقافية يتم اللجوء إلى الدين، ليس يتم اللجوء إلى الدين كدين ولكن يتم اللجوء إلى الدين بصورة احتيالية لتكريس الثقافة المتخلفة أساسا ضد النساء. يعني الإسلام دين له مقاصد كلية. نعم. يعني مقاصد كلية. يعني لماذا هم انتقوا الآية التي تشتمل على الضرب وتجاهلوا تماما الآية التي تتحدث عن المودة والرحمة، الأساس الحياة الزوجية كما يقول القرآن نفسه المودة والرحمة والسكن، ووصف العلاقة بين الرجل والمرأة بالميثاق الغليظ بأوصاف الأوصاف القرآنية كلها تصب في اتجاه أن العلاقة بين الرجل والمرأة يجب أن تقوم على هذه الأسس. ولكن الثقافة لأنها ثقافة متحيزة ولأنه في إشكالية عموما في الفكر الإسلامي اللي هي تجزئة النصوص القرآنية، يعني هذا الأمر أصلا الذين جعلوا القرآن عضين، يعني الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. المهم النصوص الدينية يجب أن تقرأ في سياق المقاصد الكلية للدين. هذه الاستثناءات والأحكام المعللة نأخذ في اعتبارنا إنه في جانب المعاملات الاجتماعية هناك ظروف اجتماعية وقت نزول القرآن الكريم. القرآن الكريم عندما نزل لم ينزل في فراغ، نزل في سياق اجتماعي وثقافي وتاريخي. هذا السياق له كثير من السلبيات. هناك تدرج، يعني هناك أحكام شرعت حتى تكون نعم. مستجيبة. يعني الرسمية ضرب نعم. المرأة قبل 15 قرن لم يعد يعني بهذا الآن أكيد يعني. ويمكن نعم. تجاوز هذا الأمر بالانتقال من نص إلى نص، الانتقال من القرآن إلى القرآن. يعني القرآن فيه المحكم فيه المتشابه، يعني اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم. فأنا يعني أنا عايز أقول من كلامي ده كله إنه الناس اللي بيدعوا لضرب النساء والعنف ضد النساء لا يفعلون ذلك كأناس متدينين، لأن هناك آيات كثيرة تناولت مواضيع كثيرة جدا ولا يوجد أحد يتشبث بها لأنها آيات. نعم. لكن المشكلة يا أستاذ الفاتح الموضوع يعني يتجاوز المجتمع والثقافة إلى القانون. الآن هنالك كثير من الإشكالات القانونية، القانون نفسه يعني يقوم على هذا الفكر، نشا خطته في إطار الثقافة ويعني التفسير الثقافي للدين أكثر من يعني التفسير الديني للثقافة. هو طبعا لكن الآن إحنا عندنا يعني القانون يبيح ضرب الزوجة ويقوم يعني قانون في الأحوال الشخصية مشروعيته يعني هذه 1991 قانون الآن فعلي بقى قديم جدا زي ما في حاجات كثيرة بقت قديمة في البلد يعني. فأن يتعامل من وجهة نظر واحدة كانت بتشوف إنه دي رؤية للدين وجاءت ونزلتها في القوانين في تلك الفترة، ولم تعدل كثير من القوانين لتتماشى مع متطلبات حقوق الإنسان والوعي الحصل بالنسبة للمجتمعات والدول كلها بمسائل الحقوق ومسائل المساواة وعدم التمييز. نعم. يعني الآن لو في امرأة ضرب زوجها مشت المحكمة، المحكمة حتقول إنه الضرب ده ضرب شرعي ولا ضرب ما شرعي؟ أيوة. ما هي يعني لازم القاضي حسب ما هو القاضي بيطبق القانون الموجود طبعا
لازم يعني يستوثق من انه هل الضرب ده كان وين في اي جزء من الجسم، عشان ما يتاكد انه هو هل كان الضرب للتاديب ام للاذى او كده، عشان يقدر يقول انه في ضرر وقع عليها ويفرق بيناتهم. هذه النظره للاسف الشديد قاعد تازم العلاقه الزوجيه اللي هي الاساس بتاع انه امسكوهن باحسان او سرحوهن بالمعروف. فكون تصل مساله لانه الناس يحصل ضرب من الزوج للزوجه وتلجا هي للمحكمه بسبب الحاجه دي، ويكون ثابت الضرب ده والمراه تكون ما راضيه به وتبحث المحكمه في اشياء اخرى، في الضرب في الوجه أم في أي عضو من الجسد آخر، والأداة استخدمت ولا كده. فدي تفاصيل أنا في تقديري الآن يجب إنه تصدر تشريعات تعالج هذه المسائل، بحيث إنه تجعل المرأة وهو الأساس اللي قاعد يبيح الحاجات دي من الأساس اللي قام عليه عقد الزواج، هو اللي بتقوم وبيبني الأسرة وكده. فيه بعض الاختلالات في القانون الموجود الآن، لكن في مسألة الطلاق بسبب الضرب وكده المفروض إثبات الضرب فيه مشكلة. حتى في المشكلة الأساسية في إنه المساواة في الشهادة، يعني في القوانين كلها الموجودة، الآية اللي بتتحدث عن الشهادة بالنسبة للمرأة إلا شهادة امرأتين مقابل رجل، ده موجود عندنا في الأحوال الشخصية فقط للأسف الشديد. والآية اللي بتتحدث عن إنه الشهود يكونوا رجال دي وردت في مسألة الدين، ودي مجال محاكم الأحوال الشخصية، المحاكم المدنية تم تجاوزه تماما وكده عمليا، وفي المحاكم الجنائية تم تجاوزه، وممكن المحكمة تأخذ بشهادة مرأة واحدة وتدين رجل في جريمة أخطر الجرائم، ممكن يصل عقوبة للإعدام. لكن للأسف الشديد في مسألة بتاعة أحوال شخصية، امرأة ضربها زوجها أمام أختها الموجودة في المنزل لوحدهما، يأخذ بشهادتها وللأسف الشديد يخليها تلجأ إلى ذمة زوجها في اليمين، إن حلف سقط الدعوى. وبعد ذلك نعم. حتى إن ثبت الضرب، يعني تعتمد إن ثبت الضرب نعم. شهادة الزوج نفسه وهو أيوة الجاني والمتهم، الضرب المسألة المحكمة بترجع تبحث في مسائل ثانية، المسائل اللي الضرب كان وين، في أي جزء من الجسم، في أي أداة، يعني لو لقوه مثلا ضربه بصوت كويس كده مناسب حسب قدرة المحكمة، يعني أو حسب رؤية المحكمة وتقديرها للأداء وكده، في إنه هي أداة بتسبب ضرر ولا ما بتسبب ضرر حتى بعد ذاك. فمعناتها إنه القانون بيبيح، قانون الأحوال الشخصية بيبيح شكل من أشكال العنف المرأة وهو ضرب الزوج. فليجب تعديل هذه المسألة، ويجب الوقوف عندها لما توصلت له، الإنسانية بما في ذلك المسلمين، في مساواة ورد عدم التمييز، وفي ما يتعلق بالوقوف بحزم ضد العنف ضد النساء، خاصة العنف داخل البيوت أو العنف الأسري. يعني نعم، يعني لو حسيت أستاذ رشا هنالك يعني فرق بين التنظير يعني على مستوى يعني الثقافة، على مستوى الناس المثقفين ذات النساء المثقفات مثل مثلك ومستوى النساء المستنيرات وكذا، على مستوى الواقع يعني الواقع هنالك أشياء سيئة جدا الآن تحدث في الواقع، هنالك أشياء يعني حتى يعني أشياء اجتماعية وثقافية زي ما أنت تفضلتي وقلتي إنه إحنا في مجتمعنا ده كثير من الثقافات كانت بترى مثلا ضرب المرأة نفسه عيب للرجل، يعني الرجل ما في السودان ما من يعني ما من المجتمعات اللي كانت ضرب المرأة للتأديب شيء عادي فيها زي مجتمعات في المنطقة حول المنطقة العربية تحديدا، يعني بيعتبروا انه جزء من ثقافته من باكر، يعني انه ممكن يضرب المرأة وانه لو ضرب زوجته ما فيها اي اشكال. احنا بالعكس يعني الرجل مثلا
تقول العصاية عملوها لي ثلاثة، للمرأة والحمارة والنقارة. للأسف نعم. الشديد ده جزء من الكلام اللي بيتكلم عنه الأستاذة رشا، نعم. لكن ودي احنا من يعني الحاجات الخطرة الناس جدا. بيتكلموا يعني حتى في الذكورية بتاعتها يعني يا مجنع الكاشفات، ما بعرف ستار كده، يعني حتى فكرة تغطي قدح، يعني الفكرة فيها انك انت ما تضرب وما تأذي، وما بقدر ما انك انت تستر، بقدر ما انك انت تلم وتطبطب وكده على مشاكل النساء. يعني ده كله هو في الإطار بتاع إنه الرجل برضو وصي على المرأة، وبالتالي في إطار هذه الوصاية يعني عليه أن يكون مترفقا. يمكن أن إحنا في كل ثقافاتنا ما قدرنا نرتقي للمستوى بتاع حركة الحقوق بعمق المطلوب، يعني اللي هو نحن عاوزين ننتقل لمرحلة الندية والمساواة، وإن المرأة كائن مكلف موجود في الحياة الاجتماعية على قدم المساواة مع الرجل، يعني هي مساوية له في الحقوق وفي الواجبات، وبالتالي لا يوجد أي شكل من أشكال الوصاية. أساس التعامل يكون قائم على الاحترام المتبادل، وقائم على الاعتراف بالحق، يعني إنه المرأة من حقها أن لا تضرب. هذا ليس متروك مثلا لإنه يكون الرجل ممكن يشفق عليها ما يضربها وممكن يضربها. نحن ما ارتقينا لمستوى إنه الضرب من حيث المبدأ هو أمر مرفوض، لأنه أصلا لا يوجد شخص وصي على الآخر. المرأة ليست تحت وصاية أحد. نعم، ما انت يعني حدث انه انت حتى في فكرة الوصاية كنت رؤوف، يعني كان هناك طبعا يكون في يعني رحمة وفي مودة وفي كذا، ودي برضو ايضا يعني هي يعني مراحل ايضا اجتماعية من ربما المجتمع. لكن الان الحادث أيوة. يعني حصلت ردة، يعني شديد. حتى نعم حصلت ردة حتى عن الايجابي في الموروث الشعبي والثقافي، تم نعم التراجع. نعم. والسبب في كده انه طبعا سيادة الافكار الدينية المتشددة والقاصرة في فهمها وفي تفسيرها للدين، يعني الذين يرفعون شعار الدين وهم ينادون بقمع المرأة والعنف ضد المرأة، يعني لو سألناهم ما هي الخدمة التي يقدمونها للإسلام بهذا المسلك؟ العالم كله متجه في حركة الحقوق والحريات العامة، وضعية المرأة في المجتمع وتكريم المرأة في المجتمع هو صفة معيارية لقياس تقدم المجتمعات. عندما نأتي نحن ونقول نلتمس المشروعية لضرب النساء ونلتمس المشروعية لقهر النساء من الدين، بهذا نحن نجعل الدين غير مواكب للعصر، نجعل الدين في صف أو في خندق التخلف والرجوع إلى الوراء، وبالتالي يعني يمكن هذه أكبر حركة عدائية ضد الدين هي ربط الدين بمثل هذه الممارسات المتخلفة. نعم، في يعني في حالة بتاعت يعني وضع الدين في صورة صنم الدين، يعني انت يعني تبعد عن الشيء الأساسي والروح والجوهر والمقصد بتاع الدين، لانك تضع يعني الدين في شكل صنم انت يعني تعبده حسب ما تراه انت، وتفرض على الآخرين انه يعبدوه بهذه الطريقة. والآن يعني افتكر انه احنا في مأزق، يعني مأزق بين ما هو اجتماعي وما هو ثقافي وما هو ديني في مجتمعاتنا، ويعني تطلعنا لحركة حقوق الإنسان اولا، يعني حقوق المرأة وحقوق كل الفئات مندرجة تحتها. فيعني انا يعني بسألك في هذا المجال، المرأة دائما اللي بتخرج عن النمط السائد، عن التنميط السائد ليها، هي الأكثر تعرضا للعنف. بالتأكيد. من واقع بالتأكيد الكلام اللي قلتيه، يعني المرأة اللي بتخرج عن الشكل الديني الموضوع ليها، بعدك في يعني في بيكون في عقلية جماعية تتعامل معها بأنها تستحق أن تعنف، تستحق أن تنتهك حقوقها. بالتأكيد. ويمكن هي مشكلة استشراء جرائم العنف ضد المرأة ابتداء من التحرش اللفظي أو التحرش الجنسي أو حتى وصولا للضرب ووصولا للاغتصاب، دي كلها السبب فيها
إنه في عقلية العقل الجمعي يرى أن المرأة أصلا وجودها في المجال العام، وجودها في المواصلات، في السوق، في العمل بمختلف مجالات العمل، هو وجود طارئ ووجود لم تستحقه. يعني المرأة لا تستحق أن تكون أصلا موجودة في الفضاء العام، وهي متطفلة على الفضاء العام، وبالتالي إذا خرجت إلى هذا الفضاء فهي تستحق ما ينالها من عقوبات. يعني هناك تواطؤ جمعي بين كثيرين في المجتمع، إن المرأة التي تخرج من الدور النمطي المرسوم للنساء كنساء يجب أن تدفع ضريبة، هذه الضريبة هي قبولة بالتحرش وسكوت عليه، وحقك انت في تعنيفها، يعني ممارسة كل اشكال الانتهاك والعنف ضدها. يعني وحتى لما نجي نحكي عن انه في واحدة اتعرضت لاغتصاب او اتعرضت لمعاكسة في الشارع او اتعرضت لعنف لفظي، الكلام بيكون عن انها هي كانت لابسة شنو، طيب هي طلعت في وقت متأخر من الليل ليه، المفروض في الوقت ده هي تكون في البيت. يعني دايما نترك الجلاد ونبدأ في انتقاد الضحية وجلد الضحية أحيانا، يعني هي بيكون المجني عليها وهي المعتدى عليها، لكن الثقافة الاجتماعية بتجرمها. ويمكن ده حتى بدي رسالة للرجل، إنه والله الوحدة إذا كانت ما محتشمة في لبسها أنت من حقك إنك تتحرش بها. فده ذات أسلوب مختلف التربية، المفروض تنشئة الشباب في المجتمع على إنه هو صاحب مسؤولية في الحفاظ على الأخلاق، وإنه المرأة ما أنت ما تسأل عن إنها هي لابسة كيف ولا هي ماشية كيف، أنت أخلاقيا مكلف بإنك ما تعتدي على النساء أيا كانت المرأة، حتى إذا كانت هذه المرأة هي منحرفة في سلوكها ومعروف عنها الانحراف، ده أصلا ما مبرر لأنه أنت تتحرش بها. الدول اللي فيها حماية للنساء واللي القانون فيها قائم أساسا على أسس العدالة والمساواة، لا يمكن أن تسأل المرأة ما تعرضت للاغتصاب إنها كانت لابسة شنو، ولا طلعت من البيت الساعة كم، ولا إنها هي أصلا ليه بتعمل في عمل بيعرضها للاختلاط بالرجال. يعني إذا في صاحب عمل في شركته اللي هو بيمتلكها واعتدى على امرأة مرؤوسة له، يعني القانون بيجرمه حتى إذا كانت عملية التحرش دي تمت برضا، لأنه بيقولوا لك أنت مدام عندك أنت شغال صاحب عمل وهي شغالة عندك وكده، أنت أخلاقيا وقانونيا المفروض هي أنت إذا هي جبت تكون قبلت لأنها خايفة إنه أنت ترفضها من وظيفتها ولا كده، الرضا لا يعتد به. نعم، وسيلة ضغط ممكن يكون، هي ممكن يكون وسيلة ضغط ولا كده. فهو نعم. ده الفرق بين القوانين اللي بتكون مكرسة لحماية النساء، وفي النهاية حماية النساء هي حماية للمجتمع ككل، والفرق بين القوانين بتاعتنا نحن اللي هي قوانين متحيزة، قوانين مشبعة بانحيازات الثقافة ومشبعة بالسلبيات الموجودة في الثقافة أكثر مما هي مشبعة بالإيجابيات. نعم. الموجودة. خلينا نتكلم أستاذ فاتح عن القوانين المشبعة بانحيازات الثقافة، لكن قبل ذلك نخرج في فاصل. رشا قالت يعني بنعاني من القوانين المشبعة بالتحيز الثقافي ضد النساء، نقول يا أستاذ الفاتح رأيك شنو في الكلام ده؟ بعدين يعني هنالك إشكالية أخرى، إنه المرأة في القانون والمرأة في طريق ذهاب القانون، دي سألتك من الأول عنها لكنك ما أعطيت حقها. ما أعطيت حقها باعتبار حانجيها لاحقا. نعم. وحأبدأ هسي بالبيدي ونشوف السؤال الثاني. نعم تفضل. فيما يتعلق بالمرأة اللي بتلجأ للقانون وبتواجه صعوبات، في للأسف الشديد ما البوليس وكل الناس العاملين في الأجهزة العامة هم جزء من المجتمع، متشبعين بالثقافات دي. وما في الأمم المتحدة وجهت بأنه الناس يدربوا الشرطة على أنه كيف يتعاملوا مع ضحايا العنف ضد المرأة، وكيف يتصدوا له، وكيف أساليب التحري تكون مع النساء اللي وقعت عليهم اعتداءات جنسية، خاصة فيما يتعلق بالاغتصاب.
بحيث انه ما تكون مهينه. يعني ما ممكن البوليس يتحرى مع ضحيه اغتصاب في نفس القاعه اللي بيتحرى فيها جنبه بتاع شرطه تاني مع زول عنده مشكله بتاعت شيك وكده. فدي فيها شيء من الخصوصيه وفيها شيء من بتعاني من بعض الاشكالات النفسيه اللي وقعت عليها بسبب هذا الاعتداء وكده. فبالتالي المفروض يكون التحري معاه بشكل افضل، غير النظره ذاتها بتاعت انت كنت لابسه شنو، انت كنت وين، والساعه كم، واتاخرتي كده ليه، ودي كلام اللي قالته الاستاذه رشا. للاسف الشديد في بعض الاحيان قد يكون هذه النظره في الناس اللي بيتعاملوا مع الأجهزة المفروض تحمي النساء بيكون برضو هذه الترسبات موجودة في أذهانهم. أما القوانين اللي قاعد مشبعة بالإشكالات اللي هي بتاعت التمييز ضد النساء والتعنيف لهم، خير مثال لهذا القانون المسمى قانون النظام العام لسنة 1996. هو قانون كان ولائي، قانون ولائي يصدر في ولاية الخرطوم. وللأسف الشديد لم يقف عند مواده، أضيفت بعض المواد من القانون الجنائي عشان ما تخش في اختصاصات الشرطة اللي بتعمل في تحت الأنشأت بموجب اللي هي شرطة النظام العام أو شرطة أمن المجتمع وحتى المحاكم بتاعت أمن المجتمع وكده. فديل هو قانون متهم به منتهك حقوق النساء، ما هو بس لأنه فيه تمييز في بعض المواد ضد النساء، وفيه بعض الحاجات بتنظم لوائح محلية وكده وإدارات، لكن فيما يتعلق ب يعني المحاكمات اللي قاعد تتم للنساء وكده قاعد تكون دائما من القانون المواد من القانون الجنائي المفترض اصلا يتحاكموا قدام القاضي بتاعهم الطبيعي، اللي هي الماده المتعلقه بالافعال الفاحشه او الفاضحه اللي هي المساله المتعلقه بزي النساء وكده. كثير جدا من النساء تعرضوا لمحاكمات وكده بسبب قانون النظام العام، واللي هي في مواد القانون الجنائي بتحاكم النساء امام او ممكن بتدخل في شرطة الامن المجتمعي انها بتفتح هذه المواد وتقدم المتهمات للمحاكم بتاعت الامن المجتمع دي. وللاسف الشديد النصوص فيها فضفاضة جدا وبتتيح او قد تكون هي هذه الماده التي تتحدث عن الافعال الفاحشه بتتكلم عن انه الزي اللي بيكون لابسه شخص اللي هو غالبا يعني في اغلب الاحيان قاعد تحكم به نساء، هذا الزي في دين الشخص اللابس او في عرف البلد الملبوس فيه او كده. فهذه المساله بتدي مساحات كبيره جدا لانه يدخلوا زول في انه يكون هم يعني ممكن لبس واحد شخصين يشوفوه انه ده فاضح وشخص اخر يشوفه ما زي فاضح. يعني المواد مفروض في المسائل الجنائيه تكون محكمه بحيث انه الشخص اللي بينتهك اللي بيقول لك سرق يعني شال حاجه من الحته الفلانيه عشان يحاكموه جنائيا، لكن ما ممكن تتيح حاجه لعرف دين الزول المقتنع او لعرف البلد. طريقه يعني الاحتقان ذاته، طريقه القبض على النساء، يعني الاليه تحت الشرطه المعموله من اجل ذلك، المحكمه نفسها محكمه ايجازيه سريعه يعني كثير من الاشكالات يعني العدليه. ما هي مواد بعينها بيتحاكم، يعني هي المواد المتعلقة بالأفعال الفاضحة والأفعال الفاحشة والمواد المتعلقة بالعرف كده. فدي المواد دي مواد من القانون الجنائي في الأصل مفترض تتحاكم قدام القاضي بتاع المحكمة الجنائية، ولكن يعني بعد 96 بقت
يعني تخش مواد تانية من القانون الجنائي غير المشاكل التانية المتعلقة بمسائل الرخصة المختلط والكده، اللي هي في بعض الأحيان بيحاكموا بها ناس، وفي ناس بيقض الطرف عنهم وكده. فيعني في مسألة فضفضة، بحيث إنه يعني بعض النساء ممكن يجرموا وبعض النساء ممكن ما يجرموا بسبب هذه القوانين. القوانين واللي هي فيها كثير من الإشكالات بالنسبة لي يعني حقوق النساء وضمان المحاكمة العادلة المحاكمة للمهم. العادلة. نعم. طيب يا أستاذة رشا، بسألك عن يعني تعرض النساء، يعني المرأة الواعية المثقفة العارفة بحقوقها، اللي عندها يعني إحساس بأنه عندها دور في يعني في التوعية واستنارة وتغيير وكذا، يعني هذه الفئة من النساء أيضا دائما بشعر أنها هي أكثر تعرضا للعنف والتعنيف في يعني كثير من الأشياء، زي ما إحنا قلنا يعني الخروج من التنميط السائد للمرأة، إنه المرأة يعني العديلة المستورة ما بعرف، يعني كثير من المفاهيم ممكن تصطدم بها هذه المرأة وتجد نفسها دائما في مواقف تسبب لها كثير من الإشكاليات وتسبب لها كثير من ممكن يكون إهانة الكرامة وكذا يعني. بالتأكيد طبعا، لأنه في يعني دائما القديم عنده سندنة وعنده مدافعين، فدي بطبيعة حركة التطور في أي مجتمع بيكون في قوة تقليدية متمسكة جدا بالأنماط القديمة، وعندها مصلحة في استمرار هذه الأنماط القديمة، وبالتالي العدو اللدود لهذه الفئة بيكون الأصوات الداعية للتغيير، الأصوات التنويرية، الأصوات اللي بتنادي بأنه كل المفاهيم تتغير، وبأنه المجتمع لازم ينتقل من القديم للجديد انتصارا لقيم إنسانية وقيم حقوق وعدالة وكرامة ومساواة وهكذا. لكن يعني دائما يعني سنة الحياة والتاريخ الإنساني علمنا إنه ده في النهاية لا يصح إلا الصحيح. يعني في ضريبة قاسية ممكن تدفع كل النساء اللي بيقاوموا التمييز ضد المرأة الوضعية الدونية للنساء في المجتمع، في أي مجتمع يعني النساء عملوا على كده واجهوا ما واجهوا يعني من العنف اللفظي، من التخوين، من التجريم، من التكفير، نعم، من الإساءات الأخلاقية، يعني في الإساءات التعرض الأخلاقية، لسمعتهن لأخلاقهن. وبالتأكيد أيوة، ويمكن الوتر الحساس في المجتمعات التقليدية اللي هو مسألة الأخلاق الشخصية والاستقامة الشخصية، يعني الاغتيال المعنوي لأي امرأة مجرد إطلاق شائعة عن سلوك، عن أخلاقيات، عن كده بيكون كافي لاغتيال شخصيتها بشكل كامل. ويعني حتى الموضوع الأخلاق في مجتمعنا محتاج لمراجعة، ومحتاج لوقفة كبيرة جدا. يعني هل الذي يحمي الأخلاق والاستقامة في المجتمع هو أن تكون المرأة مسلوبة الحرية ومسلوبة الإرادة ومسلوبة الكرامة، ولا وسيلة حماية الأخلاق هي الحرية؟ أن نجعل المرأة عن طريق التربية، المرأة والرجل على حد سواء، عن طريق التربية، عن طريق التوعية، كل واحد من المرأة أو الرجل، كل واحد يكون مؤتمن على الأخلاق نعم. ومؤتمن على السلوك استنادا لاختيار حر. لكن مسألة الاعتماد على القمع في حماية الأخلاق دائما بيؤدي لنتيجة عكسية. نعم. طيب يا أستاذ الفاتح، في نفس النقطة، النساء يعني في دراسة افتكر عملتها منظمة سورد، عن إنه النساء اللي بيذهبوا للمحاكم يعني النساء الأقل تعليما، النساء الأقل أوضاع اجتماعية أوضاع اقتصادية، هم الأكثر ذهابا للمحاكم، لأنه النساء يعني عندهم أوضاع اجتماعية معينة في المجتمع وأوضاع حتى ثقافية واقتصادية معينة، بيخشوا الذهاب للمحاكم ويفتكروا إن فيها إساءة، حتى في قضايا زي الطلاق مثلا.
ما هو في النهاية يعني حتى بيقول لك إنه نحنا يعني ما هو يعني المحكمة فيها عيب يعني زي ما إحنا لا هي دي الثقافة والأنماط الأولى في إنه نحنا ما عندنا مرة بتمشي المحكمة يعني حتى لو هي بقت شافوها مضربات وشافوها كده في ناس بيقول لك إنه المرأة ما بتمشي المحكمة لكن اللي بيمشوا المحكمة يعني قد يكون يعني دي حاجة إيجابية يعني في إنه النساء الفقيرات بيمشوا أكثر المحكمة ضعفا نعم لأنه هم ما لأنه هم أكثر ضعفا لا أنا بعتقد إنه الذهاب إلى المحكمة ده ذاته مسألة فيها قوة للنساء لأنه ديل نساء يعني هم عموما نحن نظرتنا للأسف الشديد للقوانين اللي اتوضعت في 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 السودان وفقا لرؤى معينة بعينها هي مش لأوضاع المرأة الحقيقية اللي كانت موجودة عندنا في السودان يعني النساء في السودان بشكل عام حتى في المجتمعات العربية والمسلمة النساء ما منزويات زي المجتمعات في الخليج وكده يعني ما قاعدات يعني بيمشوا بيشتغلوا يعني بيزرعوا فصل النساء ما مفصولات والخوف يعني منهم بالضبط والخوف كده عشان عليهم ما نكون كمان قلنا نعم. كلام في حق النساء الخليجيات ما جميل يعني هو هم النساء السودانيات معروف انهم في الزراعه مشاركات في الحصاد مشاركات في بناء المنازل مشاركات يعني نساء منتجات نعم في الأساس بالتالي هم نساء مشاركات في الحياة العامة بالتالي هم يعني نحن هم زادهم بيستحقوا إنه تكون يعني أدوارهم أكبر في المجتمع كده يعني ما تجي قوانين أيوة. بدل تكون في صفوة تنحاز ليهم تضيف وكذا ليهم تقوم تقيدهم وتكبلهم من من الحاجات اللي كانت موجودة أصلا نعم. طيب في نهاية الحلقة دي خلونا يعني ناخد نصايح سيشة يعني انه كيف نبدا الخيط يعني الان في احساس انه هنالك مشكله في التقاط طرف الخيط انه المجتمع كله يعمل من اجل يعني مناهضه العنف ضد المراه وازالته يعني توعيه المراه نفس المجتمع ب يعني ان هي ذاتها تحمي نفسها من العنف انه قانون يحميها من العنف المجتمع يعني لا يتعامل معها بعنف او يميزها او ينتهي حقوقها يعني هو طبعا حمايه النساء من العنف دي جبهة عمل كبيرة جدا ومتعددة ومتشعبة يعني فيها دوائر كثيرة جدا والدوائر دي متداخلة ومتشابكة أنا بشوف إنه يعني كل النشطاء والفاعلين الاجتماعيين يعني كل يعمل في الجبهة التي يجيد العمل فيها يعني إحنا محتاجين لعمل في الجبهة الثقافية وجبهة الارتقاء بالمفاهيم محتاجين لعمل في جبهة الإصلاح الديني حتى إنه الفهم المستنير للدين يكون هو الفهم السائد محتاجين لعمل في جبهة القوانين بلا شك لأن العنف بقى كامن في القوانين نفسها محتاجين للعمل في جبهة العادات والتقاليد الاجتماعية ومناقشتها بصورة نقدية ولازم نتخلص من فكرة إنه كل ما هو جزء من عاداتنا وتقاليدنا يجب أن يستمر إلى ما لا نهاية يعني المجتمع إذا عاوز يتطور في كثير جدا من المفردات بتاعة ثقافته مفروض تتراجع باستمرار وبصورة نقدية وبصورة واعية يعني الموضوع صعب طويل يعني قوانين حسب شكلها الإشكاليات الحاصلة فيها يجب أول حاجة سن تشريعات تجرم العنف ضد المرأة بوصفها نوع اجتماعي يقولوا من دون الجرائم انه دي اسمها عنف ضد المرأة او تندرج تحت اطار العنف ضد المرأة بحيث انه يكون معروف انه في عنف ضد المرأة من دون اشكال العنف الموجودة واللي عاقب عليها القانون القوانين العقابية الموجودة والحاجة الثانية انه يدرب رجال الشرطة على كيفية التعامل مع النساء ضحايا العنف ضد المرأة وتشجيع النساء للدخول في الأجهزة الشرطية وده بيسم بالتأكيد في القضاء على العنف ضد المرأة وتعديل أو إلغاء القوانين اللي فيها بعض المشاكل التي بتميز ضد النساء وهذا بالإضافة إلى الأدوار الأخرى اللي ذكرتها أستاذة رشا زي الإعلام زي حتى المناهج التعليمية يعني. نعم شكرا أستاذ الفاتح شكرا أستاذة رشا شكرا مشاهدي برنامج أشياء صغيرة وإن شاء الله يعني نعمل كلنا في مجتمعنا وفي يعني هذا العالم من أجل
تغيير كبير يعني إطالة النظرة للمرأة، النظرة الثقافية، النظرة الاجتماعية، حتى النظرة الدينية للمرأة. نعمل كلنا لمكافحة العنف ضد المرأة وضد الإنسان، وإلى اللقاء.